يعني في كمان ماراثون كده من نوع مختلف شافته محافظة القليوبية من خلال إطلاق المهرجان الأول للمشي للفتيات، وشارك فيه 400 فتاة من 8 محافظات لتشجيعهم على ممارسة الرياضة. هنعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ بسنت، صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير على كل مشاهدينا. صباح الخير عليك. يعني في البداية حابين حضرتك توضح لينا أهداف تخصيص ماراثون مقتصر على الفتيات بس، الفكرة جت منين؟ دي حاجة عامة أنا بشجعك عليها وبحييك عليها، إن إحنا نشجع البنات عامة وكل الناس إن هم يبتدوا ينزلوا يلعبوا رياضة، لكن إشمعنى البنات بالذات؟ هو بداية إن في استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ومعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي تشجيع الفتيات على الممارسة الرياضية، ومن هنا جت الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب لتنظيم الماراثون للفتيات الاول بمحافظه القليوبيه، وانا بشكرهم على اختيار محافظه القليوبيه لتنفيذ الماراثون. شارك معانا محافظات القاهره والاسكندريه والقليوبيه والمنوفيه واسكندريه والشرقيه والغربيه والدقهليه، وكان متواجد معانا معالي اللواء عبد الحميد الهجان لاطلاق طلقه البدايه. عايز اقول ان في اهتمام من القياده المصريه نحو تمكين المراه المصريه بشكل عام، واستراتيجية وزارة الشباب بتشجع المرأة المصرية على الممارسة الرياضية. الماراثون بدأ بمشاركة 400 فتاة، 50 فتاة من كل محافظة، بداية من أمام مبنى محافظة القليوبية حتى حديقة الصقلية. يعقب هذا الماراثون ألعاب ترفيهية وتروحية بنادي بنها الرياضي. ده عظيم جدا. طيب ممكن حد يتساءل يا دكتور إيه الهدف من هذا الماراثون؟ دي الهدف من هذا الماراثون هو تقريب وجهات النظر والتفاهم بين المحافظات، وانت عارف حضرتك لما بتيجي محافظات الوجه الدلتا او القاهره الكبرى بيتقابلوا مع بعض في منافسات رياضيه. الهدف منه تشجيع المراه المصريه على الممارسه الرياضيه بكل انواعها من خلال برنامج معد ومدروس بشكل جيد وبشكل علمي. وزاره الشباب مش اول ماراثون بتعمله، ولكن فيه اهتمام كبير جدا لفتح جميع مراكز الشباب جمهوريه لممارسه المراه المصريه من خلال مراكز الفتاه والمراه في مراكز الشباب او تنميه المهارات الحياتيه وخاصه بالنسبه للمراه المصريه. عظيم. يعني طيب هل في خطه بقى لتكرار الماراثون الخاص بالبنات بس في المحافظه؟ اكيد ان احنا خدنا النهج من وزاره الشباب والرياضه، وده الماراثون الاول، واحنا فعلا بنطبق الماراثون بس على مستوى المحافظه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع جامعة بنها، وشغالين على تشجيع المرأة المصرية لممارسة الأنشطة الرياضية. طيب هم عرفوا إزاي بالماراثون وبرضو السن؟ محمد بيه، الماراثون اللي منظماه الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، يعني عظيم. وزارة الشباب، وزارة الشباب هي المنظمة وهي اللي محددة عدد المحافظات اللي هيشاركوا، وهي اللي محددة المحافظة المستضيفة. واحنا في مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قمنا بعملية تنظيم بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب. عظيم. اللي أقصده الفتيات عرفوا منين إن في ماراثون عشان يشاركوا؟ مع حضرتك في مديرية الشباب والرياضة في كل محافظة فيها مراكز شباب، ومراكز الشباب دي بيتردد عليها وفيها مراكز للفتاة والمرأة، فبالتالي ان دول اعضاء في مراكز شباب المحافظات. تمام. وبالتالي في مراكز للمرأة في كل محافظة، منتدى الفتاة والمرأة في كل محافظة. طب لو بنات مش اعضاء في مراكز الشباب ينفع يقدموا؟ الماراثون كان مفتوح لكل المراحل السنيه، كان مفتوح لكل الفئات من سن 10 سنين لغايه 60 سنه. الهدف الاساسي منه اللي هو بنشجع الفتيات على الممارسه الرياضيه. طيب هل هو مرتبط بمناسبه معينه؟ يعني بعد كده حضرتك قلت ان احنا كمان عندنا ماراثون خاص بالمحافظه. احنا كمحافظه بنشتغل ماراثون وفي الاحتفالات القوميه زي احتفال 30/6، زي احتفال العيد القومي للمحافظه، بنعمل من خلال ماراثونات بيشارك فيها سواء المراه المصريه او الشباب او الفتيات. حلو. بتكون مدتها قد ايه؟ مده الماراثون على حسب المسافه اللي هي بيقطعها، يعني ممكن المسافه من 2 كيلو ل 5 كيلو، لان في ماراثون بيبقى ماراثون سواء ماراثون جري او ماراثون مشي. الماراثون بتاع امس كان ماراثون مشي لمسافه 2 كيلو.
هل في يعني شروط معينه؟ انت حضرتك قلت جميع الاعمار وجميع الفئات وكل حاجه، بس هل كان في اي شرط من الشروط حطيتوها يعني للفتيات المشاركات في الماراثون؟ ما فيش اي شرط، مجرد المشاركه في حد ذاته، وهو ده النجاح بتاع وزاره الشباب والرياضه، وده احد اهدافها والاستراتيجيه اللي بيضعها معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي، ان هو تشجيع الفئات العمريه لممارسه الرياضه بشكل عام. طيب المشاركه من باقي المحافظات غير القليوبيه، هل كان في اقبال من الفتيات ان هم ينتقلوا من محافظه لمحافظه اخرى؟ اه طبعا، كان في، احنا عندنا امبارح كان في ثمان محافظات، سبعه غير محافظه القليوبيه، كل المحافظات شاركت، وده كان على مستوى القليوبيه بس، كان مشارك القاهره زي ما قلت حضرتك، القاهره والشرقيه والغربيه والدهليه واسكندريه والمنوفيه، وكان في التزام بالمشاركين حتى في الزي الرياضي، واستمتعوا باليوم في محافظه القليوبيه. وعقب الماراثون مجموعه من الالعاب الترويحيه والتثقيفيه للمراه المصريه، وكانت دي موجوده في نادي بنها الرياضي. عظيم، ده مجموعه من الانشطه مش مجرد ماراثون. لا لا، احنا حبينا نعمل انشطه متكامله ما بيهدفش بس على الماراثون، ولكن كان في عروض للجمباز، عروض للتنوره، ايروبكس، انشطه متنوعه سواء رياضيه او ثقافيه بالنسبه للتنافس بين المحافظات. يعني فكرة هايلة، وبنتمنى نشوفها في كل محافظات مصر، يعني مش بس كمان تشجيع الفتيات، تشجيع كل الناس من كل الفئات من كل الأعمار عشان ينزلوا يعملوا رياضة ويتمشوا ونشوف المنظر الحضاري الجميل اللي احنا شفناه على الشاشة من شوية. كل الشكر ليك دكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية.